بللو تعلاني لكزو زناكس اوبيتال شو كمان؟ منيحة يا ها واحد اثنين ثلاثة بللو على صوتك بللو أعلى بللو أعلى بللو أعلى قوم وقف انت عم تقولها أعلى بللو 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 حبك حيكون تمر اكرم كرم با 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 يلا دول عيسيتا ما تشوب يا صباخ بالعكرم وانا وقفت والكل يعمل لي متابعة للمطانيخ انا وقفت جبل بللو هيدا الشيخ قال له اكرم وجيو بيرفيوم بدكم تتحملوني بس دقيقة بعيد كتير انا باللايف بوم 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 تمدد يا كبير اضرب ضربتك تقرض عليك بدي فرجي للصباغ انه ما الك فيها بللو اكرم يا بني ربك يا اكرم بوم 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 يي 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 You feel me? Yeah. Hey folks, I'm Anthony. We are here at Razor Cut by Elio Shalhoub. We're here to spend some time with Elio today because we've been told that his content, that his TikToks are a danger to Lebanese society and they are rotting the brains of Lebanese youth. Is it true? Is it not? Let's find out. إلو يعطيك العافية كيفك؟ تمام شو عم تعمل هون على الايباد؟ شو صاير معك؟ بروح أفوت يوتيوب تشوف كيف بيقدروا يستعملوه لهيدا الايباد لأنه للصراحة جاي من المريخ الايباد مش عم نعرف نقيد عليه ما عم تقدر عليه ها؟ العمى بقلبه ما أجلقه ما غلطه وقت اللي سموه العمى للا قديه إلي أنا بالمهنة كان عمري 13 سنة وقت بلشت اليوم عمري 36 23 سنة؟ 23 سنة عندي أختي هي 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 الجلقة يعني هيدا اللي بتضل على راسي عمل لي عروضات عمل لي عروضات تك صحتنا معلم بطل معنا ناكل هي 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 بقوسي خيي كمان لك نشتري معك ايه ايه خيي هلا فتح محل لحاله بتعرف صار عنده عائلة خيي فما في ضل معي بالمحل عم يقبض معاش هلا العالم كلها عم تقول انه في خلاف انا وخيي بس بالعكس انا وياه ما في شيء بس نحن اللي عم نعمله انا وخيي اللي بفل من عندي يروح عند خيي واللي بفل من عند خيي يجي لعندي ده اللي حوالينا ما نخليهم يستفيدوا كتير عالم طلعت حكي اول ما فليت من عند خيي لان اللي معه 18 19 سنة انا الان انت وخيي في مشاكل انت وخيي ومدري شو بقلكم انا ما في شيء انا وخيي نحن اخوة ونحن اكتر من حبايب وكل واحد بشغله وكل واحد بيقوى بشغله انت فايت شي بالكريبتو او؟ لا لا بس موديل انت عندك مشكلة مع حدا معروف على تيك توك ابو سلعة للجو احكينا شوي كيف بلشي هاي القصة بينك وبين الجوفي برو جوفي حدا انتبه جوفي حدا زكي انا كنت اطلع اول شي على تيك توك كون كتير كلاس وقدم قصة وفرج العالم ما استفدت وقت طلع جوفي انا بقول له ابو صلعة بيقهرني يا زلمة ما بيقدر يجاوب علي ما بيقدر يستفزني طلع بلش يكبر بول وبلش يعمل هول الاخبار فانا فوكست عليه عملت فيديو لقله جلقت عليه فيه نمت قمت العالم عم تدقدق لي نمت قمت من النوم العالم عم تحكيني والدقدقلي والتيك توك عندي ما تتخيل قديش في عالم عم تحكيني كانت عليه لا لا نحن منا اصحاب ومنا اعداء واجت فتره ظهرنا وقعدنا سوا وتعشينا واتفقنا نطلع نعمل لايف وقت اللي عملنا اللايف صار في استفزاز هيك شوي رجعنا بعدنا عن بعضنا وقفت انا ما عدت رديت على فيديوهاته وهلا ناطر كسر راسه بس يقبل كثير رقبه تكون طويله وصويرك طوال انا تقريبا مثلي ومثل الشرق ما
من 13 سنة هن كانوا نمبر 1 بالفير. هن الهيرزون كان نمبر 1 بالفير. خبرون انه جوفي ويوبا كانوا يعملوا بريك دانس. حضرتك شايفهم شي عم بيعملوا بريك دانس؟ نمبر 1. انا هلا اذا بتقلي شو عبالك بقول لك شوف يوبا لو جوفي عم بيرقصوا بريك دانس. ليه؟ اطلع اجيلها على جوفي مش عيوبا. اسميكم شباب؟ عبودي رون يوسف جيو. جيو شرفنا شباب. صار لكم زمان مع اليو؟ شو شو حدا قال انه تيك توكات اليو خطر للمجتمع اللبناني. بتوافقوا هيدا الراي؟ لا اكيد لا، لانه عم نشوف يعني عم نشوف ردة فعل الاهل. يعني لو كان في خطر كان الاهل ما اجوا صوب هون، عرفت كيف؟ المحتوى بيضحك، المحتوى يعني مثل ما بيقولوا فكاهي، عرفت كيف؟ تمدد. انا اصلا شخص شلمصتي، هي معروفة العصر اللي نحنا فيه بدهم حدا ان شاء الله مصلي المنيح ما بيمشي. بس طلعت كبيت منيحة يا وبللو وتمدد وضربت. يعني تخيل انا امبارح كان عندي حدا دكتور بالجامعة، دكتور اعصاب، وصل لعندي على المحل عم يقول لي بللو ومنيحة يا. يعني ليك هلا هن بيقولوا لك هيدي بس الوظائف وحدا بيعترف فيها. انا بنصح كل انسان يطلع يعمل اللي انا عم بعمله ويخلي العالم كله تحكي فيه وتنبسط فيه وتكون عم تعمل فرحة للإنسان بهالأوضاع اللي نحنا فيها. وانتبه، أنا بالنسبة لإلي الولد أهم شيء يحبك. بس الولد يحبك بيجبر أمه وبيجبر بيه وبيجبر سته يحبوك. يعني الولد هو اللي بيشهرك. بقوسي شو بدي ضايع خيي؟ بقوسي تعالالي خير همي كيف ما تطلع القصة ما هون أتصور أنا وياك. لإلي؟ لا 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 يا اخي شو القصة؟ ليك للصراحة انا تيك توك ساعدني، ما بقول لك لا. تيك توك مان مخيف. يعني تيك توك انا اللي اتضح لي اليوم انه انت اذا بتعمل دعاية على الطريق بدك تنطر العالم تقطع تشوف دعاية. تيك توك انت وقاعد بقلب بيتك، انا بتحدى زلمة خيالله انسان يفوت على تخته ينام بتخته ما يفتح تليفونه تيشوف تيك توك. انا فتحت بمنطقة، فاتح بمنطقة اسمها البوار ما حدا بيعرف فيها. يعني انا عملت منطقة، انا العالم صار تعرف بالبوار من ورا ريزر كار. فاليوم صارت البوار بس يقولوا البوار يعني رايحين عند ريزر كار. يلا يا كبار نزل اللايف لل 121 بس يعتبر منه مطنوخ بطناخة. صباغ يلا على الاحكام بابا، يلا على الاحكام بابا، يلا ها. واذا ما سمحتم شو بيصير؟ صباغ ها عم يوسع له ميات يا صباغ. مش لاقي انت بعد اليوم انا كبار. يلا كل واحد 100,000. اللي بيقول لك ما بيطلع من تيك توك هذا بيكون عم بيكذب. مرتي صارت تنزعج مني انه انا صارت كل حياتي تيك توك. احنا اول ما بلشنا كنا ناخذ قصه دقن 7000 ليره. 7000 ليره 5 دولار. انا انسان عم طلع من تيك توك، انا تعبت على المحتوى تبعي، عرفت؟ انا تعبت، لا بدي استفيد، لو خسرت مهم استفيد من المصاري اللي عم من المصاري، ركزوا علي اللي عم تطلع لي. اليوم انا عم يجي حدا يطلب مني روح اعمل له دعايه، انا هالدعايه اروح اعملها عم باخذ عليها 300 و400 دولار تعملها. انا بعمل بالشهر من تيك توك، اذا ما بفتح تيك توك بالميت بعمل 10-12,000 دولار اذا ما بفتح تيك توك. هيدا يمكن العالم ما بتعرفه او بدهم يقولوا العالم هيدا اليو عم بكذب، ما بيهمني يقولوا اللي بدهم اياه، بس انه ما حدا بكذب بهول الامور. يعني يسالوا وش اللي بيصحوا من عنده. نيحة يا خليفة وديع الصافي يا حبيبي. يعني جربنا نغير له البدلة بس ما عم يستغني عن الابوة. احكي لعينكم وقت يا بعد. اوكي اذا اعطيتهم هلا كل واحد 100,000 ورجعت اخذتهم منهم. مش معروف شو هي سكاي فولي سكاي ما بعرف شو هي هيدو من المنيحة يا بلشت بوقتها. جوفي كان منزل فيديو عنده صيصان على الكونتوار عنده وجيبوا لي هيدا الصوص لك كيف جاي بدي اعلمه، كان قصدني فيها لإلي. امتى طلعت انا قعدت قدام اللابتوب واجا حدا سالني يا الي وقال لك من الصبح قاعد على اللابتوب، قلت له انا خيي ايه عم بوجع راسي عم ببرم بدي مدرسة تدرب لي الكلب اللي عندي. فلقيت محل بالسبتية محله هيك خارج تدريب كلاب ولك منيحة يا وضربت.
كنت عم بلل زبون راسه عم بلل له اياه، وانا عاده بقول لهم للشباب اللي عندي يلا بلوا له تاع احلق له شعراته، وطلعت بلل له ولا في تمدد وتمسك ومنيحه يا هو هو القصص يعني كلهم والليكزو يعني الليكزو وقت اللي عملت عروضات قويه فبس تعصب انت شو اللي بيروقك هو الليكزو فصرت اقول لهم انا جيبوا ليكزو لانه لحقوا وشوفوا الريزر كات شو بده يعمل واذا ما لقيتوا ليكزو انقطع الليكزو في زاناكس وبس كون مأول عيار قال لهم مصل بيوصل اقوى بالدم بيريح لكم اعصابكم اكثر واذا كان شيء كثير قوي انت المصل ما حيشيل فيك بدك اوبيتال عرفت صاروا يفوتوا ببعضهم هلا كلمتنا الجديده هي تمسك تمسك بشو هو حر يصطفل شو بده يتمسك يلا 20 نقطه يا كبار 20 نقطه يا كبار ومنكمل كل يوم هيك كل يوم هيك كل يوم كل يوم عندنا اجواء لايف تمدد يا ولد الاليو موجود بالبلد منيحه يا ميشيل طلع مش من زمان على الانترنت عم بيقول انه حضرتك خطر للمجتمع اللبناني الكونتنت اللي بتعملوه والتيك توك تبعك خطر للمجتمع اللبناني ولازم نوقفك وكل العالم اللي مثلك الوزاويز والنور وكل الكلمات اللي مين دخلك هيدا العمى صح بيقولوا له العمى يمكن شيء هيك ايه انا ما كنت سامع فيه بالمره للصراحه بس ما العالم صارت تبعت لي الفيديو زلمه وصل لمرحله بطل يعرف حاله شو بده يعمل اليوم لقى انه الاليو ايلاي ترند قال لك انا رح كتب له فيديو لاليو ايلاي اليو ايلاي اذا رد علي بيكون رد واذا ما رد بيكون ما رد مثل ما الكل بيعمل في ما حدا بيلك شو اصلا هو بالنسبه لإله انه انا حدا امي انا بفتخر اني امي بفتخر اني امي لانه الله عطاني شيء مقابله عطاني الذكاء انت قلت انه تركت المدرسه بالويتيام انا تركت المدرسه بالويتيام وقعدت فيها 3 سنين وانا متمنى وعم بيضحك عليك انه انه ايباد شو هو هيدا الايباد انا اللي بدي اقول له اياه انه ابني معه ايفون 13 وابني بفوت على الايفون بيعمل القصص اللي هو العمى ما بيعرف شو يعملها يمكن اول ما شاف الايفون 13 فكروا ريموت كنترول هو مثل ما بنقول نحن بلايفاتنا خصم بطاطا بس هو خصم بطاطا معفنه ما له فيها ابدا لازم الكل يشتغلوا مثل ما انت اليوم عم تشتغل انطوني كيف يعني؟ يعني انت انسان عم تفوت تفرج العالم اللي هي اليوم ترند بس بطريقه مرتبه بطريقه مهذبه عم تتساءل في حدا يتساءل بطريقه مهذبه انت عم تتساءل بطريقه مهذبه وانت هيدا الشيء اللي بقلك وخاصه شبوتك الزهري اوقات بنحب نعمل رياكشنز لقصص غريبه بنلاقيها على تيك توك بس كمان بدي افهم شو القصه behind it وراها يعني بعرف انه انت منك ما عبالك تقول بالله ومنيحه يا بس هيك منك في 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 قصه ورا بس انا اليوم منيحه طب ما انا اليوم منيحه يا عليا 80 مليون هاشتاج اليوم المنيحه يا عليا 80 مليون هاشتاج يعني قد لبنان وقد بلد قد ثلاث بلاد خيي لبنان قبرص ما بعرف فهمت شو قصدي طب هول 80 مليون هاشتاج هول كلهم عالم جاهله حابين انه انا اعمل لهم سبب لهم ب انزع المجتمع انزع المجتمع ما اليوم اهل عم يجوا لعندي يجيبوا اولادهم من اخر المناطق ومن اخر بيجوا من السفر لعندي دغري اوقات بيقصدوني كرمال يسمعوا المنيعه يا وبللو طب انت بتخاف على هالولد اكثر من امه او اكثر من بيو بللو منيعه يا عامله ازمه كثير كبيره شو يوقف جيد بوين؟ عرفت كيف؟ عمال متقل، طب بقى نشوف لوين؟ خرج يوتيوب هاي شرفت يا حبيب قلبي أهلا وسهلا فيك يا أهلا وسهلا فيك محلك ايو تعالالي يعني اليوم اجا لعنا الرئيس انتوني وبدنا نقول لك يا انتوني دو نوت وري حبيب قلبي هيدي هي اللي عم يشتغل عليها هلا وهيدا الزلمه انا شايفه لقدام بده يولع الدنيا وما حدا رح يوقف بوجهه وبدنا نقول لك شغله كثير مهمه لكل حدا بيطلع بوجهك اول شغله بتقول له اياها تمدد تمدد ثاني شغله اذا ما تقبلها بتقول له بوبو تعالالي بوبو تعالالي اوكي بس يجي لعندك شو بنقول له منيحه يا لا بنقول له بقوسي وصل اوكي بقوسي وصل نرجع بنقول لك يلا روح ما لك فيها منيحه يا ما انتوني شو بك سكتت خيي تلبكنا ليش تلبكت ولا خيي في وحده جديده بس تتلبك شو بنقول ليكزو اوبيتال بس
ما عم بدي عشان بعرف صراحة. عم بحس حالي بفيجن ب اهلا بالانتوني يا اهلا. قلت لي شو اسمها؟ دونات فوري؟ صح. عم فرجيك نحن ما زلت ما كثير عم تدرش ماي؟ بعدنا شو بتشي؟ مبلشين بعدنا بالماي، مش انت نقيت كرسي بالليلو؟ معك حق بالليلو حنفرمك بالماي برو. Geldi buraya hakkınızı arayıp sormaya, geride kalanları uyarmaya, beraber olup bu karteli kurmaya, elini vicdanında koyup da söyle, bu hayat ne kadar sürecek böyle kartel. Bu diye hala bellello la Antony. Kaç kere söyledik biz çocuk sana, bir türlü bırak basmadı lafımıza. Hadi بالليلو نيحة يا